الاتحاد الافريقي للاسف الشديد خلال العام الماضي كل الخطابات والمقابلات تمت ما احرز تقدم كبير لعدم وجود الاراده السياسيه. انا اقول على الان من الاتحاد الافريقي كمنظمه ومن جنوب افريقيا كراعيه او كرئيسه للاتحاد الافريقي لم يكن هناك. والدليل على ذلك انه كان في خبراء 11 خبير من افريقيا في مختلف المجالات في بالذات الجوانب القانونيه والجوانب التي يمكن ان يصيغوا بها الاتفاقات ولهم خبره طويله جدا عالميه لم يستفاد منها.